هذا السؤال ربما قال بأنكم تتكلم باسم الدين، أي تتكلم عن ما قلوك في ندوة سياسية التي تعقد في مكان العبادة هذا المسجد، وليست بندوة دينية، وهل سيواصل المجلس العلمي هذا العمل بالخصوص منع المناقشة؟ إيش عم تقوله؟ سؤال نجاوبك عليه. أولا الذي شاهدناه هنا في الأسبوع الماضي معاش ندوة سياسية وما كان فيها حتى شي حزب، لأن السياسة عندها الأحزاب ديالها، حنا ما كان لنا حتى شي حزب، كانوا أساتذة مثقفون بحثوا أشياء اللي استفدنا منهم وفهمنا حتى حنا أشياء في قضية اللي نعيشوها هي قضية فلسطين. اليهود كلهم متعاطفين مع فلسطين، حنا ماشي كي نهضروا فلسطين تولي لنا سياسية، سواء كان الكلام في الصهاينة سياسة والله أعلم، ما خصناش نعاودوا له. إلا قبلتوا هذا المسألة أننا ما نعاودوش نتكلموا في اليهود باش ما نطيروا لهمش باش ما نكونوش سياسيين. هذا كلام، هذا شوف أنا مانيش عارف واش هذا السيد ماراش فاهم زعما كاع حتى لهاد الدرجة، ولا فاهمه ما عجبوش داك الشيء. إذا كاين، لأن كاين الناس اللي كيشوفوا الجامع تعمر خصهم ما يتعمرش، لأن أنا كي نعمروا هنا يقول كي راهم يعمروا في الجامع راهم يخويو لنا جهة أخرى. أنا غير تهناو مع راسكم، ما غادي لا نترشحوا ولا كذا ولا ندخلوا انتخابات، غير كونوا مهنين مع راسكم، ها ما تخافوش. هنتكلموا على شيء اسمه الاسلام اللي غادي يضيع، مهمتنا اكبر من داكشي اللي كنت تصورته، وهو ان الدين يجب ان علاش هاد الشباب نمنعوه انه يعرف القضيه الفلسطينيه من جميع الجوانب ديالها. القضيه الفلسطينيه خدينا احصاءات في القضيه الفلسطينيه، ما استفدناش منها، استفدنا منها كيف يكون اليهودي مارس هذا الشيء وانت ما عندكش حق تعرفه، ويقتل المسلم انت ما عندكش حق تعرفه باش ما تكونش سياسي. وكنت انا سميتني سياسي وبالزعط كاع زعما واش كاين، انا سياسي ومن بعد يلا هاد السياسه حكرنا عليك ديالكم كي مارسوها شي واحد يدخل تكون حلال وكي مارسوها حنا حرام. ما تكلمناش اللي حنا نتكلموا عليه، شوفوا الاخوه باش ما تبقاوش تغلطوا في اللي انا نقول نحمل هذا الانسان على حسن النيه، انا ما عرفش. كاين زوج حوايج، كاين القضيه الحزبيه، لا يجوز في مسجد من المساجد كيف ما كان ان يدعى فيه لحزب او لطائفه او لجماعه، لان ذلك يشتت المسجد، هذه متفاهمين عليها، لان انت ماشي من هذه الطائفه، الطائفه ولا الحزب كل واحد يمشي للجهه ديالو والله يعاونه يخدم على راسه. ما الحزب المسجد يجمع الجميع، اي يمكن يكون طوائف متناقضه ويتلاقوا في الجامع وما يشعروش بشيء، لكن ما هو من قبيل اهتمام الشامل للامه الاسلاميه هذا ماشي حزبي، هذا ماشي سياسه بالله كنفهم. واذا كان هذاك سياسه اي في الاسلام ما عندي ما ندير لك، الاسلام هو هكا فيه السياسه، الاسلام فيه السياسه، والسياسي الاول في هذا الدين هو محمد صلى الله عليه وسلم، لان كان راس الملوك وكان راس الزعماء وكان يخاطب وكان يدير الاتفاقيات وكان يدير المعاهدات وكان كل ما يتعلق بالجانب السياسي كان يمارسه. تحجموش بهذا الشكل، هذا هذا ما تفهم، هو اللي راه يقوله كل الناس الاعداء ديال الدين. انا غادي ان شاء الله بما انك السيد اشار الى السياسه والشان، ان شاء الله غنتكلموا على البدايه، غنتكلمكم ان شاء الله على الشان الدنيا وفي الاسلام ان شاء الله، اذا استر الله في الدرس المقبل غنتكلمكم ان شاء الله عليه، باش لان هذه هو العلمانيه، ما تتكلموش في هذا الموضوع. علاش كل سيدي اللي اولى منا باش يتكلم فيه؟ حنا نتكلموا فيه ونتكلموا فيه بلا تجني، لا نعتدي على احد، لا نتجنى، لا نغزو الحقائق، لا نكذب على، لا نتحدث، قلنا نتحدث من كتاب الله وبسنه رسول الله، قال الله تعالى، قال رسول الله، اتريدون ان تسكتوا كتاب ربكم؟ اتريدون ان تسكتوا حديث نبيكم؟ من سيتكلم فيما بعد؟ الكلام احنا الان نتكلموا كلام انا لا بغيت نفهموا بالسياسه راه سياسي، تكلمنا على امريكا سياسه وتكلمنا على كذا سياسه وتكلمنا على النظام العالمي وتكلمنا على سياسات، ولا نسكتوا وقلنا نتكلمكم على فضائل شهر شعبان؟ ايوا نجي نتكلم راجلات كيف باش يجي يقول لك شوف الفقهاء مساكن تخلل فين راه نتكلم ولا شكون؟ احنا ما احنا احد، والمفروض اننا لان ما كانش المسجد هو اللي اضطر الناس تاطير عقلي وصحيح وسليم ومنصف، راه غادي يبقى من بعد كل واحد يمكن يتكلم وكل واحد يمكن غادي ذاك الوقت غادي يولي واحد الفوضى في التفكير. فاذا كان ربما الاخ قصد هذا نقول له اذا كنت ما تعرفش طبعا هذا اللي احنا حضرنا فيه،
تتكلم على شي واحد اخر نقول انا ما شفتهاش، اما هذيك انا حضرتها من الاول حتى التالي ومزيانه. ها وتقولي مجلس العلمي ولا مجلس العلمي، الى هذا المجلس العلمي غادي يمنعنا باش نهضروا في الجامعه، انا نعطيه لك اديه نسمع لك فيه والله غلا سمعت فيه من الصباح. ما تجيش تقول لي هذا اللي كيقولوا لا مجلس العلمي ولا مش مجلس، لا هذه هضره اخرى. شي الناس اللي شادين المغرب كله يجي تقول لا انتم انا شنو احنا راحنا خاويين هذا الوطن ديالنا مع شي مواطنين فيه، شنو هاد الفقهاء اللي راهم يتكلموا ولا في المجلس اش راهم دايرين في هذه البلاد زعما اكثر من الاخرين؟ شنو دايرين؟ الدنيا راه داوها ناس اخرين اللي راهي يترشح ويزور ويكذب وكذا وبدا يخرج بالتقاعد، يكذب ويدي التقاعد من بعد. الناس راه تحرك يتكلموا كلام عادي، هذا ما فيه شي حاجه. وتبقى تخوفونا بالسياسي وكذا، ردونا ثاني لزمان. وطبعا اذا كان نيته حسنه سيدي جاوبت على هادشي، اذا كانت نيته سيئه ما عندي ما ندير لك.